بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات كديرين، المتتبعين ديالنا الكرام، كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا واحد التحليه اولا شلاضاك كما بغيتو تسميوها، بسيطه وسهله وبمكونات سهله. عندنا الباربة ولوجيس ديال الليمون، سكر خلطه وسكر، عندنا خيزو محكوك هو غنخلطوه مع القرفه وشويه ديال السكر، عندنا ياغورت بغيتوه طبيعي او بغيتوه بالسكر حلو ماشي مشكل، عندنا البنان، عندنا الفكوس. انا خلطت الباربان محكوكه مع السكر ولوجيس ديال الليمون والبرتقال كيف ما كتشوفوا، والجزر سوا خلطناه مع القرفة وشوية ديال السكر. دابا غادي نبداو ندريسيو سلاطه او التحلية ديالنا. المهم غادي نحطو الياغورت هو اول حاجة كيف ما كتشوفو، سامحوني على التصوير، انا مكيناش في الدار وشاد التليفون غير بيديا، سامحوني، نتمنىكم تقبلوا هذا الفيديو بصدر رحب. غنضيف الفكوس شرائح كيف ما كتشوفوا، غادي نضيفوا ليه الباربة او البنجر كيف ما كيقولوا ليه في بعض المناطق، على هذا الشكل. نقرب عندي الكاس. تبرزت مع بيد وحده شاده بها التليفون وكنصاوب بها، سامحوني. كنحاولوا نقادوها كيف ما كتشوفوا، نضيفوا البنان او الموز على هذا الشكل، غنضيفوا الياغورت مره ثانيه، اللي بغات يعني باي نكهه الياغورت بغيتي كديريه، وانا كنفضل بالفاني. نضيف الجزر، الجزر كيف ما كتعرفوا كيتواتم مع نكهه القرفه، سامحوني التصوير شوية ماشي هواداك، حق بغيت نشارك معكم هاد الوصفة اليوم. صعيب انك تشتغلي بيد وحده، نحاول نرتبو الرص ديال التحليه ديالنا. نضيفو الموز، وبالنسبة للتزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق ديال كل سيدة. انا غندير هكا ونضيف عليه البيستاج من الفوق، بغيتي تخليها هكا عادي، المهم على حسب الذوق ديال كل سيدة وشنو اللي متوفر عندها في البيت.
على هذا الشكل كيف ما شفتوا، انا ضفت دابا بيستاش او الفستق، هانتوما كي كيجي التحلية ديالنا في الكأس، كتعطي واحد المنظر زوين. وبالصحة والراحة، نديروها في الثلاجة حتى كتعاود تبرد. وبالصحة والراحة.